سيد هيثم، في البداية ونحن في الذكرى الثامنة لثورة يناير، يعني ما الذي يمكن قوله بعدما آلت إليه الأوضاع وأنت تشاهد على الوضع على يعني على الجانب الحقوقي ربما على الأكثر؟ سيد هيثم، هو حضرتك بداية يعني الثقة بالله أقوى أمل واليأس خيانة، ولا نستطيع أن نقول أن ثورتنا فشلت. نعم. ولكن هي جولات. نعم. وفي الآخر لازم يشغلنا مش النتائج، النتائج دي على ربنا عز وجل، وقل اعملوا. المفروض احنا نشوف بنعمل ايه وعملنا ايه خلال الثمان سنوات دولت، عملنا ايه خلال الخمس سنوات بعد الانقلاب. حقيقة ده المفروض يشغلنا، هل نعم. احسن العمل، هل احنا على قدر الحدث، هل كم الانتهاكات اللي موجودة وكم الإجرام والتفريط في الأرض والعرض، تفريط في المياه والغاز. يعني هل احنا النهارده بلدنا بتتدمر قدامنا وتتخرب وهو شغال الموضوع كله على الميديا والاعلام والقنوات اللي بيشتريها، ان يبين لهم ان مصر بقت احسن من امريكا وان الدول كلها بتتعلم مننا، على عكس الواقع ان اي مواطن مصري لو نظر بس من البلكونه من الشباك عنده في البيت هيشوف بلد زباله ومياه مقطوعه وطرق يعني رايحه في داهيه، ومصر من اكبر الدول في الحوادث رغم انه وعد بيه شبكة الطرق قد كده. يعني أنا النهاردة في الذكرى الثامنة عايز أقول إن المصريين المناهضين الانقلاب في الخارج وهم كثر عليهم دور مهم جدا، لابد النهاردة نبدأ إن إحنا ندعو ليه مؤتمر كبير، مؤتمر عام للمناهضين الانقلاب على مستوى العالم كله. وأنا شايف إن العدد الكبير موجود هنا في إسطنبول، والحضور بيكونش يعني تحت أي عنوان إلا إن إحنا النهاردة عيش حرية عدالة اجتماعية، ان احنا عايزين نعمل حاجة ننسى خلافاتنا بحق وحقيقي، مفيش بقى ضحكات صفراء، مفيش يعني ناس بتسلم على بعضها وهي مش عايزة تسلم على بعضها. في الاخر عندنا حدث جلل، عندنا اعدامات، عندنا قتل خارج نطاق القانون، قتل 40 مصري في 29 ديسمبر قتل خارج نطاق القانون، داهمونا منذ عدة ايام قليلة ب 59 مصري اخرين، وبعدها بساعات قليلة 5 اخرين في العبور. فالدم المصري يعني بيجري انهار في شوارع مصر، واحنا في حقيقه ما عندناش رفاهيه الاختلاف حقيقه. لازم نحس ونشعر، يعني لازم يكون جلدنا مش سميك، لازم نحس بوجع اهلنا في مصر وننسى خلافاتنا. واعتقد في العام السادس لو مش بعد 6 سنين ما اتجمعناش النهارده في مؤتمر عام لمده 3 ايام، مش رايحين نتصور، مش رايحين نعمل بيان، مش رايحين ناخد لقطه، رايحين نشتغل، رايحين نقول هنعمل ايه، هنعمل خطوات، رايحين نقدم الشباب والناس كلها ترجع ورا الكبيره، عشان في الاخر الشباب النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا الدعوه نصرت بالشباب. فبنقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان احنا بنقتدي بيه، فلازم الكلام ده يكون واقع ونقدم النموذج. والجيل اللي اثبت فشله واي حد شارك فيه اي خطا واي فشل المفروض بقى بعد 6 سنوات يعني يتنحى، زي ما كنا بنطالب بالتنحي، وزي ما منعتب السيسي ان هو بيفصل الدستور على مزاجه عشان يقعد. في ناس قاعدة بقالها سنوات والفشل مستمر. فالمفروض يعني مع ذكر الثورة وهذه النسمات الرائعة التغيير، لأن التغيير لن يأتي إلا لو غيرنا من أنفسنا.